بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. وكما عودناكم باختيار الأفضل والأنسب، يسعدنا هذا اليوم أن نلتقي بالدكتورة رولا يوسف حمدان، أخصائية طب وتجميل الفم والأسنان، وعيادتها الكائنة في منطقة الياسمين بجانب مختبرات بيولاب مجمع التيسير. بداية ست رولا، مساء الخير. مساء النور ست رولا. لو حبينا نعرف السادة المشاهدين، من هي الدكتورة رولا يوسف حمدان وكيف كانت بدأت مسيرة نشأة حياتها؟ مرحبا أول إشي. ثاني إشي، أنا دكتورة رولا يوسف حمدان، أخصائية تجميل الأسنان وتجميل الوجه كمان. أول إشي، أنا درست بمصر بجامعة 6 أكتوبر بمنطقة أكتوبر، وتخرجت بال 2013. أخذت الامتياز تبعي بال 2014، وعلى طول فتحت العيادة تقريبا يعني آخر 2014 كانت بداية العيادة، وصار لي تقريبا 4.5 سنين في المنطقة، والحمد لله يعني الأمور ممتازة، يعني سمعتي كتير كويسة في المنطقة أكيد، وشغلي ممتاز الحمد لله. الحمد لله. الدكتورة رولا صاحبة هذه الابتسامة والوجه المتألق إن شاء الله، بتحكي لنا عن سر تميزك وسر تقدمك في هذا المجال، واللي ميزك عن باقي الأطباء. يعني بتعرف إنه هذا فيه كثير من التنافس، ما هو الشيء الذي ميز الدكتورة رولا يوسف حمدان؟ هلا يمكن طب الأسنان الحديث كثير غير عن القديم، فإحنا يعني أنا أعتبر من طب الأسنان الحديث، فهاي إحدى الأسرار، لأنه إحنا كتير في كان تطور في أجهزة جديدة، في يعني مثلا علاج العصب قديما كان مانوال، هلأ روتري، في عنا مثلا تصميم الابتسامة، صار المريض يتنبأ كيف بدها تطلع ابتسامته قبل ما تطلع، ما في مفاجأة. التطور هذا يعني أهم إشي، والمرضى بيحبوه بيلاحظوه وبيعرفوا يميزوا كتير منيح بين الشغل السيستم القديم والحديث. كمان إشي كتير مهم السوشيال ميديا، إنه أنا كتير بشتغل على السوشيال ميديا، فهذا الإشي بيقرب بيني وبين المرضى، بخليهم مثلا يشوفوا، ما بتكون برضو في مفاجأة، بيكونوا عارفين تقريبا الشغل كيف بيكون، نوع التركيبات اللي بنستخدمها، شكلها، فبيكونوا عارفين اللي حيحصل عليه قبل ما ييجونا، فهذا إشي كمان كتير مهم. يعني هدول أنا بقدر أحس إنهم هم أكتر إشي عوامل النجاح. بعدين في كثير أمور، مثلاً أنه أنا ما وقفت، يعني شغل متواصل من وقت ما تخرجت لليوم، ما شاء الله، وبداوم ساعات طويلة، هذا الإشي بيخلي الخبرة يعني بوقت أقل، تختصر وقت، يعني هدول هم. يعني بنحكي دكتورة رولا، يعني هذا هو سر تطور الطب الأسنان بين القديم والحديث، يعني السوشيال ميديا وسرعة الأنترنت والهذا. أكيد لهم دور كثير كبير. نعم ست دكتورة رولا، لو حكينا بعض المشاكل اللي بتواجه المرضى الأسنان واللي بترددوا على عيادتك، ما هي أبرز المشاكل؟ يعني الإشي اللي ما في يوم بمر ما بنشوفه، التهابات اللثة ومشاكل اللثة أكيد، تسوسات الأسنان، مشاكل العصب، مشاكل التقويمية، هاي أشياء لا تخلو من أي عيادة المشهورة، يعني أكتر إشي. ف يعني في قلة عناية لهلأ، في قلة وعي عند كتير مرضى، فإحنا بنحاول قد ما بنقدر يعني نوصل، حتى السوشيال ميديا مش بس هي إنه ماركتينج بتكون، لا كمان هي توعية أكيد، هي رسالة، يعني رسالة بنحاول قد ما نقدر. يعني أنا كتير بتلاقيني مثلا بنصحهم إنه هذا الإشي ما تسووه، هذا النوع من الفرشاي ما تستعملوه، المعجون اللي فيه هاي التركيبة ما تستعمله. طب ما هي نصائحك دكتورة رولا، يعني كونك يعني بهذا المجال واختصاصك في طب الأسنان، ما هي نصائحك بالنسبة لمرضى الأسنان؟ مرضى الأسنان يعني هلأ الوقاية خير من العلاج، إنه يعني ليش توصل لمرحلة كتير صعبة وأنت بتقدر تختصر هذا الطريق. فالنظافة طبعا أهم إشي، مرتين باليوم الفرشاي، المضمضة أقل إشي طبعا، وزيارة دورية لدكتور الأسنان كل 6 شهور، مثلا في تسوسات يعالجهم ما يخليها توصل لعصب ولا تركيب، و الأطفال أهلهم المسؤولين عنهم،
مش انه اسنان لبنيه يعني خلص حيبدلوا، لا، الاسنان اللبنيه كثير مهمه لسلامه الاسنان الدائمه، يعني زيها زي الحقيقيه او الطبيعيه، كثير مهمه حتى انه تكون الاسنان دائمه سليمه. دكتورة رولا يوسف حمدان، انت حكيتي عن الاسنان اللبنيه وانه يجب ان تعامل زيها زي الطبيعيه او الاصليه، وبالنسبه لفرشات الاسنان نوعيتها، وحكيتي كمان بالنسبة انه بعد الاكل هذا. طب في كمان انه قبل النوم، ويعني وكل ما شعر الواحد، انا بضم صوتي لصوتك، في بيقول مثلا وجع ساعة ولا كل ساعة، فيجب على كل مواطن او كل مريض او كل انسان انه يراجع طبيب الاسنان. اكيد في فوبيا احنا في علاج الاسنان، كتير معظم المرضى ما بيحبوا يزوروا عيادة الاسنان، فقبل لسه كم يوم كتبت لهم انه الفوبيات اللي بواجهها المريض ايش هي، يعني انا دخلت جوا المريض وحاولت انه افسر ليش هو بخاف، وحطيت الحلول لكل مشكلة بواجهها المريض. مثلا الابرة، انه في عنا احنا جل موضعي، في ابر راسها سيليكون كتير خفيفة ما بتوجع. جميل. مثلا هاي من احدى النواحي. ناحية الحفارة بكرهوا صوتها، جيب هيدسيت، حط اغاني بصوت عالي، افصل عن العالم الخارجي. في كل مشكلة لها حل بالآخر، فممكن يتعاون مع الطبيب ويزوره بالأول عشان يحل المشكلة، وأكيد ما حيخليه بهاي الفوبيا. ما شاء الله، يعني وجدت حلول لجميع المشاكل والمعضلات، فأكيد إن شاء الله أنه نلاقي صدى لدى المواطنين والمرضى الأسنان إن شاء الله. إن شاء الله. ست رولا والدكتورة، ما شاء الله عنك لسه فتية بمقتبل العمر، ما هي نصيحتك للأطباء الحديثين التخرج أو المقبلين على دراسة الطب الأسنان بداية؟ هلأ طبعا الدراسة كتير مهمة والحياة العملية كتير مهمة، فبدهم يبدعوا في حياتهم الدراسية. نعم. لأنه كل معلومة بياخدوها هي فعلا إحنا بنواجهها في العيادة. نعم. وبالحياة العملية بدهم من أول ما يتخرجوا يبلشوا على طول شغل، يتجرؤوا، يعني بدهم يقووا قلبهم حتى يكونوا شاطرين. جميل. ما بنفع إنه يخافوا ما يشتغلوا، يأجلوا، يسألوا، يضلهم يسألوا، ما في مشكلة. وإذا خاف بده يربك المريض أيضا، وما ما حيتطور الخوف. أكيد. بيقلل التطور. أكيد. فلازم يضلهم جريئين ويسألوا الأكبر، يعني غالبا إحنا الجيل الأقدم، يعني أنا لليوم بستشير كثير من الأطباء الأقدم مني. أكيد. ما في حد يعني حيكسفه، مستحيل. أكيد. بتلاقي بالعكس، يعني بنحب نساعد بعض. أكيد، ما شاء الله عنك يا دكتورة، وإن شاء الله نتمنى لك مزيدا من تقدم إلى الأمام. ارفع رأسك، أنت أردني، يعني من مقولات جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني بن الحسين. في عجالة ست رولا، لو التقيت بجلالة الملك والملكة رانيا، ماذا تود أن تقولي لهم؟ أول إشي بدي أحكي لهم شكرا على نعمة الأمن والأمان اللي منحونا إياها. نعم. وخلوا كل العالم العربي يجي يتعالج عنا بالأردن. نعم. وإحنا منساعد بأنه السياحة العلاجية عنا كتير كويسة، لأنه إحنا الحمد لله في أطباء نخبة عنا، يعني أكثر من كل الوطن العربي فعليا. الأردن يعني تمتاز بالطب الحمد لله، فشكرا لهم أنه هم هيقوا لنا هذا الراحة النفسية نشتغل فيها. أكيد، وإحنا منضم صوتنا لصوتك دكتورة رولا. دكتورة رولا، ما وصلت إلى هذه المواصيل إلا كان من خلف رولا داعم ويدعمها دائما إلى الأمام. دكتورة رولا يوسف حمدان، من هو السر وراء وصولك لهذه المرحلة؟ يوسف حمدان هو الوالد، بابا وماما الحمد لله. الله يخلي لك يوم وديمهم فوق راسك إن شاء الله. الله يخليك، تسلم. أهلا. احنا بنوجه لهم كمان رسالة شكر وتحية عبر هذه الشاشة. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة رولا يوسف حمدان، أخصائية الطب وتجميل الفم والأسنان، والكائنة في ضاحية الياسمين بجانب مختبرات بيولوب. شكرا لك. شكرا لكم جوسات، أنتم دائما مميزين. الله يبارك. شكرا لكم. شكرا. نترككم أعزائي المشاهدين في جولة صحبة الدكتورة رولا مع بعض الموسيقى المصاحبة من اختصاص الأستاذ محمد صبحة. شكرا لك. عفواً.